بس كون غير هي هادو غير في عينها يا اختي. كوكو لي زامي، مساء الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في برانك جديد. صراحة زعما شحال هادي ما صورت لي برانك، واليوم ما عرفت علاش طاحت عليا واحد الفكرة جهنمية باش انني نصور برانك، ولكن اليوم غادي نصور برانك في سارة بجارتي. المهم بقات بزاف ديال لي كومونتير كيقولوا لي ديري فيها برانك، ديري فيها برانك. غادي نشوف اليوم يعني ردة الفعل ديالها، ولكن شي حاجه اللي غتكون سبيسيال غادي نخرجها منها ديال بصح. المهم قبل ما ندوزو يعني لا فيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل جديد. المهم غادي نشرح لكم حاجه بحاجه باش تفهموا نتوما. المهم فوق ما كنجي انايا من الخدمه كتجي عندي صار يعني دابا كنصور لكم برانك مع الليل، فهمتوا؟ فوق ما كنجي يعني من الخدمه مع الليل كتجي عندي صار كنبقاو مجمعين حتى 8 الوقت كتهبط حيت هي ساكنه حدانا هنايا في الزمة. المهم غادي نشرح لكم يعني الفكره ديال البرانك. فوق ما انا كنجي من الخدمه كتجي عندي ساره كنبقاو مجمعين حتى 8 الوقت. دابا راه مازال ما جات، داكشي علاش قلت غادي نصور هذه المقدمه يعني خفن زربن ونمشي نوجد داكشي. فوق ما يعني كتجي عندي كنريحوا هنايا كنجمعوا شي حاجه كنهضروا. المهم راكم عارفين جمعه ديال الدريات. قررت باش غندير لها البرانك ديال السحر حيت هي صراحه ساره الوحيده اللي كتدخل عندي البيت هنا في كنعس من غير داك البيت في كنصور لهنايا غير بوحديتها يعني من غير شي حد يعني براني على العائله ما كيدخلش عندي البيت. داكشي علاش اليوم غادي نشوف الرد ديال الفعل ديالها. غادي نمشي نصايب واحد اش كتقولوا ليه حروزه ولا ما عرفت داكشي. المهم هذوك غادي نمشي نكتب واحد التويشيه وداك التخربيق راكم معايا ليتس كاف. المهم ها هو الحرس ديالي، ما لقيتش ورقه صراحه ما بقى عندنا حتى شي حد كيقرا. غادي بانيت بهادي غادي ندير فوسط منها تصويره ياك، وكذلك غادي ندير فوسط منها هاد الشعيرات ديالي زعما باش يجي داكشي هو هذاك، فهمتوا؟ يا سمح لينا هذا حكي. المهم غادي ندير هذا بحال هكا نقلب عليها. المهم كتبت هنايا موت عذاب مرض ما عرفت داكشي. المهم نتوما راكم عارفين يعني صافي. وهذا غادي نديرو تحت الناموس تحت المخده في كنعس انايا. والمهم الا ما جاتش غادي نحاول انني نعيط ليها باش تجي وتعاونني. غادي نرول البيت ونرول الحوايج داكشي باش نعاون الطريق. صافي يلا ليتس جو. كيفين علقتكم؟ المهم جبت التوشيات باش نطويهم نيت ندير فيهم خير وداكشي. نحن في اطار سيدنا سميتها كاع اش كيقولوا ليها الضحيه. A few moments later. شكون؟ أنا. شكون أنتِ؟ كيرام. شكوني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ جيتي غبرتي أختي ما سولتي ما سلمتي ما نقرتي كيما مولفة. أختي شنقول لك؟ ما مسالياش كنت كنقرا القايل البرمياطي كنقرا اختي راسي. هادي من 2019 ولا 2020 وانت كتقرا واختي كنقرا راسي. انت قف نفسك مال طويله طرامي نسوق لك الدراري اللي غندخل فحسك بي. شو بغيتي دابا اش جيتي؟ واه جيت لعندك ما عرفتيش الله ما مسالي الزين تما نجمع طويها هادشي من بعد البيت راه من نهار اللي مشاو الدراري من نهار الحفلة وعندي مروه نعاونك نعاونك انا حادك نعاونك عارفة الحكاية ديالك نجمع معاك هي هو شنو هو؟ قفطانو حط القفطان القفطان يبقى عليك لبسو جيني زوين الأول اللي لبسو ويجي تقدك ما عنديش العطاي ديالو شي معيور ضعيفة شتي المعيور مخيطة على قدي سدي الزبانة اصلا متوسخ نعاونك نجمع معاك انا هادشي وانتي قادي داكشي شنو قاد جمعتي داكشي نجمع انا هادشي ياك
حنا مقادين هادشي كامل تديري باش نجمعوا راه ما فيهم اي جمع انسالي نجمعوا الله شي ما فيها ما جمع شنو بلاكر هي صح صح باش نمشي الناس صبرنا اليوم الشمس هذا ماما انظر انت كديري في البلاكر اه حتى غادي في مالي ديال الصلاه هذا باللي ديالك باش من مكان تصلي ما نمشي عطو هادشي ضو عليك داكشي كامل غادي نسوسو سوسو لي كانوا قد كنتي راه خلي داك الشيء اختي نعم حتى انت يا فهمتي ودي راه خلي ليا كنعرف كل وجهك كتصبني وما شفتش صبنت وراه الصابون غنبقى غير لصق نتلصق انا تما الا بقيت كنصبن تما غنلصق ايوا اختي راه الواحد كيكون عيان ايوا كما كنت عيانه تراني راكده دابا نجي لا لا انت واخا دابا انت شوفي انا عارفه جايبه شي خبيه سخونه واكله كفيف فمك سنين قوله انا قلت لك انا كبا بريويله يا ربي سلام على هادشي اللي كتسميتو راه شحال ما بقيتي خفيف شنو مسميني انت حطب جهنم وي حطب جهنم بالله كتقلاش يا اختي بزاف قبر جاي في الشوكه قبر جاي في الشوكه انا اللي جاي في الطريق اللي غادي اللي كدوز فوق منه والتراكس اللي كتدفن صحاب كورونا يا ربي السلامة يا اختي اي ما كتقادي حطب جهنم واسوسي هي يا صاحبتي شنو المساله لا محطه شي حاجه هنا ما حطا والو الا ما كاين الفلوس ما كاين والو فلوس تي غتحطي الفلوس تحت لبس هذا نوضي نوضي شنو لبس هذا شوفي هاد العجبيه شنو لقيتو تحت راسك واش هادشي هادشي ويلي حجاب اله شنو لقيتي هادشي هنا اختي وي على تما والله يا اختي انا والله العظيم درت يدي كاع من خدت انا غاشي من القلب باش نلقى شي حاجه اخرى درت يدي تاع هنا تفلا يا صاحبي شنو جبتيش اقسم لك بالله اختي لا بهنايا بالله العظيم اختي لها شي مي امي ها شوفي شنو هادشي وين جبتيه انت يا والله يا ما اختي لا جبتو من هنا كان هذا هكا درتو انا داك اللعبه ديال هكا باش تستو عليك ورجعت حطيتو هنا اش داكشي قالت لك جبدات وتحت جبدات منا وفي حجاب وفي الشعر وفي الصغير تاعك يا ربي السلامة شنو هادو بغا نرجع لك هادو ما نقول شكون فين لقيتي لقيتو هنا وحنا قبلات غير دار حساس داكشي كل صباح كتبدل لي زرايا ويلا صاحبتي فين جبتي هادشي انت والله الا ما اختي لا هنايا بالله العظيم تفلاي هادشي جبتيه معاك ويلا يا ما انا جبتيه معايا انا داخله يدي خاوي نغابل شي ما تفرها من اليوم حقت العشاء باش نتي اللي من ما تكون راه هي هذو غير في عينها يا اختي تقولي ليها الطويل هنا نجمع لك هنا وانا جمعت معاها الطويل هذه كنسوس لها هذه طويل راسها كتجمع راسها شي ماشي معقول هادشي يا ساره شوف عليك ما تكون غا هي هي مشات مشاتني شال تما داك الراس كتجمع فيه ماشي معقول هادشي انا كنجمع واش انا غندير اختي شي حاجه بحال هكا اختي الله اعلم انا ما كنت اقصد حوايجي انت قلت لك انت هي ديه الصباح ديه الصباح لشي حد ديه الصباح ولاش غادي والله خاطي توري انا ما ديالي هذاك والله ما جبت معايا والله ما درت لها شي حاجه بالله الله يخلصك الله هادشي هي اللي جبداتو حيت ما هادشي كاع ما كان عندي حنا كاع كنعرفوا هاد الزبل هذا هي اللي جبداتو وهاد التصويره منين تمنى هادي قولي من المدرسه فين لقيتها راه كانوا عندك معلقين ليه في البيت بيت باك هادو كلهم معلقين عند با ليه كلشي تصاور ديال الدراري ولا كلشي كلشي داكشي كلشي نحيدهم هي ما كاينش حتى شي حد وحزنتي ليك الجاره اللي جاتت ما كاينش حتى شي حد غير هي حنا من الخدمه للدار ما كنقولوا هي وحدانيه برانيه اش من وحدانيه ما عندها حد غير الله خير بربي ما حاضرش ما تعمر معانا ونعمروا معاها ما فيها باس حتى الله كنشتركوه معاه ما كنخبعوا ليها حتى حاجه مني ولا الغدر لا اله الا الله حتى الخير ديريه في الكبتك ديريه وتخوي بيك مازال هكا حنا ما نظهر مع الله سير اختي بحال هكا الله يرحم لك والديني قلبي الساعه اخرى صافي ما بقاش تجي عندي الله يرحم لك والدي قلبي عليا دابا هادشي كامل دابا انا غنجي ندير لك انا هادشي الله يرحمها ليا انايا انت يا الله غادي بلا ما تخي دمعي لي الله يرحم لك والدي انا داك الزبل كان تماك شكون اللي جا جيتي المولفه تجي تريحي معايا تجمع قلت لك ما فيا ما يجمع صافي ساعته لا نجمع قلت لك اودي صافي خلي لا هو غنجمع شي واحد كي انسيتي كيحك عليك باغي يدير لك شي حاجه كيقول لك راه نجمع غندير لك غنفعل لك امي فكنجمع معاك ديما اول مره غنجمع معاك
واحد ملي كيلقى لا كتعاونيها والفه ديما كنجمع معاها البيت بعض المرات كتكون هي كاع مشغوله في الكوزينه وكنجمعو انا حيت انايا بيتي ما كتخلي حتى شي واحد بيتي ديما كنسوجو عندي شي صاحبه عندي شي جارتي اخرى كتدخل عندي كنعمر سلام سلام مع الجيران فقط انتي كتجي عندي واش التضامن ما قرينا ما بيننا وبين الجيران غير خير ولا لا قبل هذا الشيء شي ماشي معقول صافي يوليو حنايا في والله غادي نمسك شي حاجه والله العظيم ما خفتي الله والله غادي توري ما درت لا شي حاجه خافي الله وياخذ فيك الحق فهاد العواشرين والله الا ما اختي فهاد الله ياخذ فيا الحق الا كنت دايره لك شي حاجه هي ما ادعي لها مرا ربي كيشوف انا ما دعيت حد الله ياخذ فيها الحق الا كانت هي الله ياخذ فيها الحق ربي كيشوف البوسطه انا ندير لك اختي السحور في دارك الا ندير لك الحجابات وجيبهم ونحطهم لك في قلب الدار والله اللي وداروهم حدانا نيت ربي لا مسكتي شي عصير الله يعاونك سيري كاع عاد البيت ليا يلا بنتي مشيو بحال هكا تيسع ملي حمار دير الخيمه ديرو براسي نيت الله يرحم الوالدين ولا كنت كدير لك شي حاجه الله يرزيني في ولادي بهاد العواش بسلامة عليك وشكرا لك بزاف شكرا هادو اللي عطاو ليك ديك عشان ديرو ديريه وحطيه وخليه ضرر ما نيت الله يخليكم بالخلا الله يخليكم بالخلا سارة واش انتي عايز الزوال ديالك مسكينه كتبكي وسارة سارة وياسا سارة رجعي ما ضحكاش انت اللي كتطلع عليا الزبل سارة سارة انتبهي نشوف سارة ها كيدي عليا الزبل ديالك مخليها لي انا الله ياخذ فيك الحق الله يديرك شوفينا هادي عليا الزبل ديالها سيري عندي غادي نجيب وجهها انا وليت غير سحاره افتح لي هذا الزبل الباب يمشي بحالاته الله يعاونو لولو لولو هاكي هاكي كاميرا زكريا دار الروتين وانت يا خالتي جري فصاله دخلناها لدارنا ولا تسحر لينا المهم راه كنا ضاحكين معاك هذا غير برانك في رعاية الجمهور الناشئ كانوا ناكلوا برانك ساره ربي ما سمعتي عرفتي فين كدير التليفون فوق الماريو مالك وانت العينين ما عندها مغرك العينية ما تبقاش تحملني فاما اليتيمة فلا تقار شوف حوايج جالسين انا ما كنعرفش نغوت غير باني الضحكة خرجي عليا بحالاتك سارة غنضحكو معاك وصافي قولنا شي كلمة قولي لنا شي كلمة سارة صافي انتقمت مني عجبكم الحال ايوا تفرجوا فرجة ممتعة المهم ما تنساوش لايك سبسكرايب وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل جديد 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 جديد